أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمما لا يختلف فيه اثنان أن الإنسان لا بد له من دافع يدفعه في هذه الحياة. الإنسان كما كان لا بد من شي حاجة هي اللي كتدفعه باش يعيش هذه الحياة، تدفعه للدراسة، تدفعه للعمل، تدفعه للتحمل، لبذل الجهد. أي شيء يفعله الإنسان راه كاين شي حاجة موراه هي اللي كتدفعه، سواء كان هذا الشيء شيئا ماديا أو شيئا معنويا. وهذا يشترك فيه جميع الناس، كل الناس، ليس هناك من يعمل شيئا بدون دافع، ما كاينش. لكن الإنسان المسلم هو ينبغي أن يكون متميزا حتى في الدافع. هذا التميز رخص الإنسان المسلم يحافظ عليه لعدة أسباب، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التميز. في كيف يبان هكذا؟ كيف يبان لنا؟ في حرصه عليه الصلاة والسلام في مخالفة أهل الكتاب في زمنه، كان حريصا على هذه المخالفة. كلنا كنعرفوا القصة ديال تحويل القبلة، كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي لتغيير القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لما وجد اليهود يصومون عاشوراء قال سنصوم يوما قبله أو يوما بعده، وزيد واحد مجموعة من الأحاديث كلها كتشم منها أن خص الإنسان المسلم يحافظ على التميز ديالو. بمعنى بمجرد أن تسمو قلت حوالك صغيرة أرتسندي سيكا مسلم، أرتسمو قلت حميل سيكنس تسندي سيكا مسلم، سمو قلت الهيئات الشعر مسلم لحيان سلوى جنس أرتسندي سيكا مسلم، أرتسفيتي ووانس أرتسندي سيكا مسلم، أرتسمو قلت خلي زي شتا خلي زي السا. المعاملة بمجرد أن ترى الأمور كلها تعرف أنه مسلم، ما تسنى منه شي حاجة أخرى. علاش؟ هذا هو التميز. فعلى الإنسان يحرص على هذا. فمن ضمن ما ينبغي التميز فيه هو الدافع. ما الذي يدفعك في هذه الحياة؟ من الذي يحدد الأفكار ديالك في هذه الحياة؟ الذي يحدد هو الإيمان بالله عز وجل. واش كان سيتميز الإنسان مسلم؟ إما تكون لمد كل ما خلق الله عز وجل، أريد تزاف غرو، أريد تزاف العمل، أريد تزاف تروانس، أريد يقرأ، كل هذا يشترك فيه جميع الناس. لكن الذي يختلف فيه الناس هو الدافع والغاية. إذن المسلم ما الذي يدفعه إلى العمل في هذه الحياة؟ إذن الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يكون الدافع لكل شيء هو إيمانه بالله. عندما يكون الدافع هو الإيمان حينئذ سيتميز عمل الإنسان المسلم. ليش مميز؟
فسيستحضر الإنسان المسلم حينئذ أن كل ما يفعله ينبغي أن يكون وفق مراد الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخسر، مشكلة جدا. أما ما يشترك فيه الناس فهذا شيء فطري في الإنسان، أن يسعى الإنسان لتملك مسكنين، مركبين، مشربين، ملبسين، أولاد، زوجة، كل هذا شيء مشترك بين جميع الناس. لكن المسلم عندما يتزوج يكون الدافع إلى هذا الزواج ليس هو دافع غير المسلم. عندما يدرس الإنسان المسلم ما هو الدافع للدراسة، ماشي بحال الهدف ديال غير المسلم، وهكذا. فغير المسلم كل ما يفعله له غاية واحدة. أشنو هو؟ أشنو هي هذه الغاية؟ هي الدنيا. لحد نستنيت ولي ولي أنا مسلم أحق تفكر راكي حيرمي هذا الفكر يحد حدتي الدنيا. أما غير المسلم ما هو غايته وهدفه؟ غايته وهدفه بعد هذه الدنيا هو طلبه ورغبته في الجنة وخوفه من النار، والغاية الكبرى في كل هذا بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى. إذن هنا سيختلف الأمر، لأن الإنسان اللي عنده غير الغاية ديال الدنيا راه ما غاديش يكون عنده شي حاجة سميتها حلال وحرام، لن تكون عنده خطوط حمراء، لن يكون عنده منهج واضح، ما غاديش تكون عنده طريق واحدة. هو ديك الساعة كيتبع المصلحة ديالو، فيما كان المصلحة ديالو اللي غادي نفعو في هاد الدنيا غايديرها. بينما المسلم يختلف، الطريق ديالو واضحة، المنهج ديالو واضح، الغاية ديالو واضح، وخا غتجي هاد الفتن غتجي هاد الأمور أنا لا تهمني ولا تضرني في شيء ولن تغير في شيئا. علاش؟ لأن الله عز وجل رسم لي الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رسم لي الطريق، أوضح لي ما هو المباح، ما هو الحرام، ما هو الحلال. إذن لا يهمني ما يفعله الناس، لا يهمني ما يطرأ على هذه الدنيا من تغييرات، لا يهمني هذه الفتن ولا هذه الشهوات ولا هذه الشبهات. علاش؟ لأن الطريق عندي أصبحت واضحة، بينها لله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التميز يخصه عن الإنسان المسلم، وهذا التميز هو اللي كان صفة لازمة لسلفنا الصالح. هذا التميز هو يخصه، لأنه به يسترجع الإنسان المسلم القيمة دياله في هذه الدنيا. إلا ما كانش المسلم حريص على هذا الأمر ما غاديش يرجع لهذا التميز وتلك الهيبة اللي كانت عند المسلم. اليوم عندما يريد المسلم أن يدعو غير المسلم للإسلام نصا لقدانة مما قد ذكره بمثلا أي سنة تشكيلة كتاب مسلم ما ليستنيت لا يستنيت الدين هذا كان الحق أتريك تقول خصني نستفاد العلامات اللي كان ملموسة شي علامة مادية تشوفها الإنسان أش غتقول ليه؟ غتقول لي أجي الدين ديالنا راه الدين ديالنا فيه الأخلاق؟ غايقول لك راه المسلمين ما عندهمش الأخلاق، غايقول لك حنا كنشربوا الخمر حتى أنتم كتشربوا، حنا كنسرقوا حتى أنتم كتسرقوا، حنا عندنا التبرج حتى أنتم عندكم التبرج، إذا أش غندير في هذا الدين ديالك؟ غتقول لي أجي الحق؟ غايقول لك الحق ما عندكم، أجي التطور؟ حنا أكثر منكم تطورا، أجي التقدم؟ حنا أكثر منكم تقدما، إذا ماذا ستعطي؟ أي شيء سيقول لك أنا أكثر منك، أنا أقوى منك، أنا كنصدد ما كدير والو، أنا كدير كذا، أنا متقدم في التعليم، متقدم في الاقتصاد، متقدم في ماذا عندك؟ راه الشبهة اللي كاينة. لكن إن كان المسلم في موضع قوة حينئذ أي شيء يقوله سيقبل منه، إيه. وهذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاب التغيير، جاب شي حاجة من موسى لمسها الناس هذا التميز. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة
فبعثت قريش بعض الكبراء ديالها الملك الحبشة رشيد ليهم دوك الصحابة الذين هاجروا من ضمنهم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم. فلما وقفوا بين يدي ملك الحبشة سولوه شكون هذا، شنو هو هذا الدين اللي خلفتوا فيه القوم ديالكم ومشيتوا ليه؟ فأخذ سيدنا جعفر كيفسر ليه، كيوضح ليه واحد الصورة اللي كانوا فيها، واحد الصورة اللي وصلوا ليها بعد دخوله إلى الإسلام. قال لي راه حنا كنا أقواما يقتل بعضنا بعضا، نأكل الميتان، يأكل الضعيف القوي الضعيف، نائد يعني كندفن البنات أحياء، نقطع الأرحام، نأتي الفواحش. ها هو كيوصف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحد الرجل نعرفه، نعرف نسبه، نعرف صدقه، فأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا بكذا، يأمرنا بكذا، بمعنى كل أو ضد كل ما كان يفعل له من فواحش ومنكرات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجديد، جاء بشيء من نفسه، جاء بتغيير تحتاجه البشرية، فقبل منه، فقبلوا منه الناس. اليوم ماذا ستقدم؟ ستقدم نفس ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رجعت إليه وأصبح صفة لازمة فيك، إذا أصبح صفة لازمة فيك إيه ذيك الساعة نعم، أدعو الناس بأخلاقك ولكن يشوفوها فيك، بجدك يشوفوه فيك، بالمعقول ديالك، بالحق ديالك، بالعدل ديالك، ولكن يشوفوه، ماشي تدعو إلى شيء وأنت تخالفه. إذن هذه الشخصية المتميزة شو اللي كيصنعها كما قلت هو الإيمان لله عز وجل والإيمان الحق. هذا الإيمان راح الحمد لله كل مؤمن. أش يخصنا في هذا التميز؟ ينقصنا الثبات، ينقصنا الثبات، أي ليس نامون يثبت في الإيمان نفسه. الناس يثبتون يتأثر تغير الأهواء، ماشي أنه كان يشكل يغير، لا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لسيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه، قال ليه إذا كنز الناس الذهب والفضة كنز انت هذه الدعوات، وأعطاه الدعاء. إيش قال ليه؟ قال ليه بقى تقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أسألك الثبات في الأمر، شنو هو الأمر؟ هو الإيمان، ثم العزيمة، تعطيني العزيمة على هذا الرشد. هذا كيشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا ليس لكل مؤمن، لكل ملتزم، لكن دائما يسأل الله الثبات ويتخذ السبل للثبات، بمعنى يثبت الإنسان، يستقيد مؤمن أو يثبت في الناس، ارتزلت أثبت على ذلك، ارتزلت أثبت على ذلك، تيت متخلق أثبت على ذلك. الثبات راه إلا ما كانش هذا الثبات لا يكون الإنسان متميزا. دو الإنسان يوري الصدر أي تبت ربي سبحانه وتعالى راه لن يستطيع أن يثبت معك. غالصدر الدسي الخلق صباح الدسي الويض، غالصدر يجل معقول صباحه، غالصدر يتزل صباح الاستبي. علاش؟ أشو تخصص صفة الثبات. والذي يؤدي إلى عدم الثبات هناك أسباب كثيرة جدا، لكن كاين واحد السبب يتأثر به الناس. أشنو هو؟ وهو فعل المحيط، فعل المحيط بك وفعل الناس. أنت فات الإنسان غصب أي سوف الناس علاش تعال سكرت كذا وكذا، أنا كيتيني هاتي كله من الناس سكر، علاش كتدخل؟ لماذا تدخل؟ علاش لها تكميت؟ أو كل من الناس كميت؟ لماذا تغش في المعاملة؟ أو كل من ليس زنر الصالح كذا تسكر؟ لماذا تتعامل بالحرام وبالربا؟ أو راه كل شيء الناس الشيء اللي كاين؟ فينحرف الإنسان ويتبع الناس بسبب ماذا؟ بسبب أن المحيط يفعل هذا الأمر، وهذا مما يحتاج إلى التبادل. علاش؟ لأن الحق حق ولو تركه كل الناس، والباطل باطل ولو فعله كل الناس،
وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان لكي يتلون وكيتبع الناس في كل شيء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإمعه. سماه الإمعه. ما معنى الإمعه؟ بمعنى بسبب كثرة قوله أنا مع الناس مع 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 سمي إمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. إذن لا تقول إمعة. أشكي يقول هذه الإمعة؟ إن أحسن الناس أحسننا، أحسكر مدنا فولك ينسكرت، وإن أساءوا ظلمنا أو أسأنا، أحسكر ما يهرش نسكرت تنكري. أوهو إن يسنو وطلوا أنفسهم، بمعنى وطل نفسك، بمعنى أثبت أثبت ثميت بعد يربي بدنا نسكرها فولكي تكتين نسكرت، أحسكر ما يهرش تريد تغرضي. أوهو علاش؟ لأن الباطل باطل. أو أخي هذا سيخصها مسلم الدين أحتبت الدين الثلاث. وعدم الثبات هذا هو صفة أهل الكتاب اليهود خاصة، وصفة من صار على دربه من المنافقين. سيزاد أقدسوا في الصفة يا أي ما الدرس للصفة الثبات. علاش؟ لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، ومن علامة الساعة موت البغتة. أحد يوم الإنسان وذات الصفة الثبات ما يضمن أتي دنيا في الموت وهو خارج هذا الثبات. غصدت زلت صباح ولا تزلت، لو قدناك ترش قرد زلت، لو قدناك ترش قرد زلت، ما يضمن أتي دنيا في الموت الحالة اللي حول تزلت. غصدت تأكل صباح تجد المعقول، ما يضمن أتي دنيا في الموت في حالتي السارقة، في حالتي الزنا، في حالة شرب الخمر، في حالة كذا، ما تضمن. لهذا لا بد للإنسان يثبت. ومن ضمن الثبات أن يعقد الإنسان نفسه على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا سميت عقيدة. أدري تلعب الإنسان العقيدة بس ثبت الإيمان العقيدة تجد نقاشة الجدالة أثبت على دينك. وكان ثبتت غير ما تسكر أتتسكر الإيمان والثقة في الله، أتوا تسكن العلم ولا الثقافة أبدا، على الآباء ولا الأجداد ولا أوائل العرب الذين دخلوا إلى الإسلام، هل كان عندهم علم؟ بل وصفهم القرآن بأنه أميون، هو الذي بعث في الأميين، ولكن كانوا أقوياء. تبدو أدريك لعب نزاز دينز، أدريك غصد على مذهب الشرقي غدا على مذهب الغربي، غدا اليوم مع الجماعة الفلانية غدا مع الجماعة لا. وثبوت وثبوت على الحق على المنهج السليم الذي توارثه العلماء، حكم العلماء، نقشة العلماء، فوصل إلينا الآن صافيا. هذا أصل ما يخصه ماشي أنت حكم إذا تحكم ويقول يزريني يخصه غير الدزل كي يخصه. في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه أحد الناس ذو الطوائف قال لي إني أريد أن أناظرك، رغيت نتناقش معك كما يتناقش كثير من الشباب اليوم. قال لي واخا. علاش؟ قال لي ذاك الشخص قال لي إن غلبتك تبعتني وإن غلبتني تبعته. أشكو خلاص النقاش المقصود منه هو الوصول إلى الحق، ماشي غلبتك غلبتني. أشكو هو اللي داريتي الهاجس الغلبة هذا، يعني أنه إلا درس الحكم المسبق إسكيرا إما في الرينز الترت غلبت، ولكن الإنسان للدليل يعني الهدف أن يصل إلى الحق لا يهمه هل غلب أو غلب، الذي يهمه هو الوصول إلى الحق. فهذا الشخص قال لي إن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني. إن نسى الإمام مالك فإن جاء شخص ثالث هذه كلين قاسي جاء شخص ثالث فناظرنا جوج
فغلبنا. اش غنديروا؟ اللي يتبعوه. قال لي جاء شخص رابع فنظر لك ثلاثه فغلبنا. اش غنديروا عاوتاني؟ نتبعوه. قال لي يا هذا انني اراك تتنقل من دين الى دين، اما انا فانا على بصيره من امري. هذا الامر اوصله الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته وعن طريق التابعين. انا ليس عندي شك ولا شيء من هذا الامر كله، فانا ثابت. اما عدم الثبات فكما قلت فهو صفه المنافقين لكي يتلولون مع المصالح فقط. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. يفكى ربي الصوره في القران بس القوم من سيدنا موسى عليه السلام بنو اسرائيل. بنو اسرائيل اصرا المعجزات، ولكن ما لم يزل المعجزه يساوي تجسد بالايمان. المعجزات تؤكد وتقوي الايمان، اما تجسد النبي صلى الله عليه وسلم رات قريش يعني مجموعه من المعجزات، ولكن ملي شافوهم قالوا هذا سحر. اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا، ماشي يؤمنوا، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فقد قوم يا سيدنا موسى شافوا الهلاك، شافوا ذاك الشيء. إذا اليوم فرعون كان يقتل أبناءه يستحيي نساءه بمعنى العذاب. أهربوا وجدر عليهم فرعون، أهرب سيدنا موسى مع القوم ديالو وأعطى الله عز وجل المعجزة ديال شق البحر وضرب البحر. وخرجوا وشافوا الهلاك ديال فرعون والقوم ديالو. كل شيء شافوه، لكن بمجرد أنهم خرجوا من البحر ابتلاهم الله عز وجل واختبرهم. واش غيتبتوا على الايمان ديالهم ولا غيغيروا؟ اشق عليهم. غير وصلوا للبر فوجدوا قوما يعبدون الاصنام. اش قالوا سيدنا موسى؟ راه نساو كل شيء. قالوا ليه راه حتى حنا بغينا شي اصنام بحال هذه لنعبدها. نساو ان الله عز وجل هو الذي انجاهم، نساو كل ذلك. فتغيروا، يعني لم يثبتوا ولا 24 ساعة. اش قال الله عز وجل؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فعلى الإنسان أن لا يتصف بهذه الصفة، وعليه أن يتصف بصفة الثبات. تقدر تكون ملتزم أو تثبت في الناس، تقدر مؤمن تثبت في الناس، تجد متخلق تثبت في الناس، تجد صادق تجد المعقول. الصفة النايف والكين اللي فيتوكد الإسلام هي كلا ما أفلس تبت أكد تغير ما تغير المصالح الدنيا. لا تغيرك المصالح. علاش؟ لأنك إنما تعمل لله. يدفعك إلى ذلك إيمانك بالله، ولا يدفعك إلى ذلك مصلحة ولا شيء. مش كمية نغصر يا سكوتي إذا أستاذ نتكلم الباب وفولكي كان الباب المصلحة العامة، خدمة المساجد، خدمة الناس. أنا كيتيني ما نقيس ربح مباشرة. أش غنربح أنا في هذا العمل؟ بمعنى الفكر الآن ديال الناس أصبح متعلقا بالربح الدنيوي، وهنا كان كنمحيو ذاك التميز ديال الإنسان المسلم. بينما المسلم عندما يرى أي عمل أول شيء يخطر على قلبه وعقله هو ما موضع هذا يوم القيامة؟ هل أجده في ميزان حسناتي أو أجده في ميزان سيئاتي؟ هذا هو الهاجس. إذا خلاصة الكلام لهذا الجسد اليوم هو أن على الإنسان المسلم أن يحافظ على تميزه الذي يصنع له إيمانه واتباعه لكتاب الله واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثبات شكون اللي غيرزقه لك؟ هو الدعاء ديال الله أولا، ثم الارتباط بالقرآن والارتباط بالسنة. شي حاجة أخرى ما كاينش. الله عز وجل قال في القرآن: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فرد الله كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت باش القرآن لنثبت به فؤادك. وقال الله عز وجل في حق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا. تريد الثبات عليك بكتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر لمن وعى وليس يسعى إلا ما سعى. اللهم رب تقبل منا صالح الأعمال، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقل عثراتنا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اهد جميع الأولاد، اللهم اخرج من الأمراض، اللهم اشف جميع الأمراض يا رب العالمين، واختم لنا يا ربي بما ختمت به لعبادك الصالحين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.